اليوم راح نعمل تمرين 3-4 اللي عنوانه جوجل جي اي اس تو جوجل ايرث اند فايس فيرسا، يعني كيف نحول ملفات احنا شايفينها بالجي اي اس وننقلها وتفتح على الجوجل ايرث، او كيف نستفيد من الجوجل ايرث ونعمل ملفات نفتحها بالجي اي اس. هذا هو تمرين اليوم. زي ما موجود عندكم في المودل في الهاند اوت، اذا بتفتح ملف البي دي اف اللي اسمه زي ما موجود جي اي اس تو جوجل ايرث اند فايس فيرسا، الاوبجكتيفز تو كونفيرت جي اي اس شيب فايلز تو جوجل ايرث لاير، كيف نحول من جي اي اس شيب فايلز ملفات تفتح باستخدام الجوجل ايرث، والعكس هاو تو كونفيرت جوجل ايرث لاير تو جي اي اس شيب فايل. الداتا اللي راح نشتغل عليها في عندنا تو فايلز، الاول ويست بانك جوفرنوريتس هذا شيب فايل بي، وتعاملنا معاه كثير هذا الملف يعني شفتوه كثير، اللي هو بيننا الاوت لاين للديفرنت ويست بانك جوفرنوريتس اللي عددهم 11. الملف الثاني الويست بانك اوت لاين، بس هالمره مش شيب فايل، ملف جوجل ايرث، ملف الجوجل ايرث بيكون امتداده دوت كي ام زد مش اس اتش بي. اذا عندنا الجوفرنوريت كشيب فايل وعندنا الاوت لاين جوجل ايرث فايل، الجوجل ايرث فايل بيكون امتداده كي ام زد دوت كي ام زد، والبروسيجرز اللي حنعملها بتكون مسجله وموجوده ان شاء الله على الموديل، لكن زي ما حكيت يو هاف تو بي كرييتيف وتو جو بيوند اللي موجود بالفيديو او اللي بتسمعه اون يور اون. هذا هو الوصف البسيط لاكسرسايز 3-4. بنروح للسوفت وير، بدنا نضيف اللي هي الويست بانك جفرنرتس، بامكانك تضيفها من اد، لكن انا يعني بشوفها هيك كثير بروفيشنال. يضل عندنا الكتالوج وذن الارك ماب شغاله، يعني هاي عندنا الكتالوج هون، الكتالوج تري واضحه عندك، بامكانك تعمل براوزنج على كل الشيب فايلز تبعون المساق وتعمل دراج دروب لاي واحد بدك اياه. هلا احنا اليوم تمرين اللي هو تمرين رقم 3 بشكل اساسي، داخله في عندنا 4 تمارين، رقم 4 اللي هو جي اي اس تو جوجل ايرث والعكس، نفتح ايش نشوف شو موجود جواته. موجود كشيب فايل داخله جاست وان شيب فايل اللي هو الويست بانك جفرنورتس دوت اس اتش بي، بعمل له دراج دروب يعني بمسكه وبزته في التيبل اوف كونتنت. داتا سورس اوكي، نعمل كلوز لهي المسج. هاي المسج ظهرت عندنا لانه بيحكي لنا انه الداتا فريم معرف له كوردينيت سيستم اللي هو دبليو جي اس 1984، فعمل ترانسفير بشكل اوتوماتيك. لما تظهر عندك مثل هذه الامور حكينا لكم تعمل كلير. كلير لمين؟ للكوردينيت سيستم للداتا فريم، هذا اسمه داتا فريم. اوكي. هيك بتكون عندنا الويست بانك وقعت في مكانها الصح، اللي هو كيف حكينا بنعرف بتكون عندنا الوحدات من 6 منازل. وهون لو اطلعنا على جنرال من وين قرأ الديسيمال ديجري؟ الديسيمال ديجري كان موجود الملف اللي ضفناه سابقا في المحاضره السابقه بالجيوغرافيك كوردينيت سيستم، فراح قرأ الديسيمال ديجري فرجعناها متر. اوكي، هيك صارت انتبهوا على الاحداثيات تحت. It makes sense اللي هي اي مكان انا بتحرك فيه within الويست بانك اوت لاين بيعطينا زي ما حكينا 160,000 200,000 150,000 وهكذا. اذا هذا الملف اللي انا ضفته حتى لو معرف له او مش معرف له اللي هو الكوردينيت سيستم بده يكون معمول على البلستاين جريد. ليش معمول على البلستاين جريد؟ لانه زي ما حكينا الكوردينيت سيستم اللي بتتحرك عندي تحت هذه من خبرتنا الان هي كوردينيت محليه اللي المرجع حكينا نقطه موجوده في سيناء. مليح؟ طيب الخطوة الثانية كيف هذا الملف نفتحه بالجوجل ايرث؟ بنروح على السيرش، حكينا لكم يعني اسهل بدل ما اني ادور على التول اللي بدي استخدمها في الارك تول بوكس اللي عددهم كبير وتشوفوا كم صندوق وكل صندوق داخله كثير من التولز، الافضل اني اروح على السيرش واكون عارف اسم التول. هلا التول اللي بتحول لنا من جي اي اس لجوجل ايرث او العكس اسمها كي ام ال، بكتب كلمه كي ام ال. يعني اكيد اذا واحد بده يشتغل في هذا الموضوع لازم يكون متذكره هذا، كيف الان صارت عندنا ضمن ثقافتنا اذا بدنا نعرف كوردينيت سيستم ديفاين بروجكشن واذا بدنا ننقل بروجكت
نفس الكلام، اذا بدي من جي اي اس لجوجل ايرث او من جوجل ايرث لجي اي اس في عندنا الامر اسمه كي ام ال، بكتب كي ام ال وانتر. هلا الكي ام ال اللي بهمونا اللي هي في عندنا كي ام ال تو لاير ولاير تو كي ام ال. كي ام ال تو لاير ملف جوجل ايرث بنحوله لجي اي اس، لاير تو كي ام ال ملف جي اي اس بنحوله لجوجل ايرث فايل. هلا احنا اول جزء من التمرين عندنا ملف جي اي اس اللي هو الجفرنوريتس بدنا نحوله لملف جوجل ايرث. نعمل شغله وممكن يكون فيها خطا بس مشان نتعلم منها او نورجيكم كيف ممكن نوقع في خطا ونعدله. بدي اروح على لاير تو كي ام ال. هذا التول لمين بدنا نحول او مين بدنا نحوله؟ الويست بانك جفرنوريتس. ممكن نروح عندنا مرة ثانية KML to layer. ممكن برضو نعمل drag drop. وين بدنا نخزنها؟ خلينا نخزنها عندي على الديسكتوب، أسميها West Bank WB Governorates نفس الاسم، سيف وأعمل أوكي. هاي التول بتعمل رن هنا ضن، اجانا الشاكوش مع الصح الاخضر، نروح على الديسكتوب اجانا الويست بانك جفرنورز امتداد الملف انتبهوا التايب كي ام زد. اذا التول اسمها كي ام ال بتحول لنا امتداد الملف لكي ام زد. هلا مشان تكمل هذا التمرين صح لازم يكون نازل عندك على الكمبيوتر اللي هو الجوجل ايرث، والجوجل ايرث اكتبه في البراوزنج على الانترنت جوجل ايرث داونلود بيطلع لكم تنزلوا بجوز بدقائق بسيطه، فضروري قبل ما تعملوا هذا التمرين بعد ما تنتهي المحاضره اعملوا داونلود للجوجل ايرث عندكم على الكمبيوتر. هلا انا كوني منزل الجوجل ايرث ظهر الملف باشاره الجوجل ايرث. بامكاني اروح على الجوجل ايرث واعمل اوبن فايل او اضرب على الملف ضربتين كونه السوفت وير نازل عندي فراح يوديني على المكان اللي بدي اياه. لحظة شوي بس. في أمور لازم نشيلها من المحاضرة السابقة. تمام. هلا انا لما فتحت الجوجل ايرث هذه موقع الضفه الغربيه وهذه موقع قطاع غزه، وبدنا نحاول نفتح ملف اللي حولناه من جي اي اس لجوجل ايرث، فايل اوبن مثلا على الديسكتوب ويست بانك جفرنوريت. هذا الملف وقع لنا في هذا المكان، بس في شغله صارت لازم اتاكد ليش صارت. المفروض ما يوقع في هذا المكان، السبب انه نقلناه من ملف معمول على البلستاني جريد، لازم اول شيء نحوله للدبليو جي اس 1984. فاللي صار انه كونه كانت هون عندنا اللاير وعملنا لها كليرنس ممكن في شيء بروبرتيز كوردينيت سيستم معمول لها كلير، بس لاحظوا ايش حعمل شغله لانه ممكن توقع فيها. عشان هيك قلت لكم بدنا نعمل شغله وممكن يوقع يطلع غلط، هلا ما طلع غلط بس بدي احاول يطلع الغلط اورجيكم يا ريموف. بدي اروح هاي اعملها ديليت مبدئيا. انا مخزن الملف عندي كورسز جي اي اس شيب فايلز اللي هو بدي امسح ملف البي ار جي ملف الرابط. تمام هيك هاي شلنا ملف الرابط. نستدعي كمان مرة add يا من add يا من البراوزر، وهذه عنا هلا جتنا المسج اللي ملوش ريفرنس صحيح. ارجع اعمل التمرين كمان مرة يعني اللي هي بدون ما يكون له ريفرنس layer to KML. نختار الويست بانك جفرنوريت خزنها على الديسكتوب ويست بانك
giver no traits. هلا اجت عندنا كمان مره، اذا فتحت في مكانها الصح بيكون الجوجل ايرث يسيف شيء من شيء سابق. هلا هيك تمام، هذا اللي بدي اياه. زتنا في المحيط الاطلسي ولا في المحيط الهندي، ما وقعت في مكانها الصح. اذا هذا اللي بدنا نعلمكم اياه، او هذا المهم. اذا انا عندي بيانات جي اي اس الكوردينيت سيستم اللي لها مش معرف، بدك تفتحها بالجوجل ايرث ما بتوديها على مكانها الصح. طب شو الصح؟ نعرف الكوردينيت. طب نعرفه جيوغرافيك ولا بروجكتد؟ شو رايكم؟ الجوجل ايرث كيف بيشتغل؟ انتبهوا على الاحداثيات تحت، شو مكتوب هون شايفين؟ جيوغرافيك. جيوغرافيك لاتيتيود لونجيتيود. اذا بدك اي بيانات من الجي اي اس تشوفها في مكانها الصح على جوجل ايرث، لازم تعرفها على الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. وحكينا الجيوغرافيك كوردينيت سيستم اللي بنتعامل معه بفلسطين شو اسمه، بتتذكروه؟ تتذكروا اسمه؟ نعم الشاطرين هيك زعلتوني. الجيوغرافيك كوردينيت سيستم لفلسطين. طب البروجكتد كوردينيت سيستم شو هو؟ في شيء WGS 1984. نعم WGS 1984 هذا جيوغرافيك، والبروجكتد بالستاين 1923 بالستاين جريد. هذول لازم يضلوا ثقافتكم العامة. إذا لما حولنا بدون ما نعرف الكوردينيت سيستم ما وقعت في مكانها الصح، نعمل ديليت للجوجل ايرث فايل، نرجع للجي اي اس. أول شيء مشان نحول أو نشوف البيانات حسب الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، ما بصير اروح اعرفه مباشره، لازم اول شيء نشوف شو الكوردينيت المناسب بعدها نحول. حكينا لكم من الهنت او الهنتس اللي بتبين لنا او بتسهل علينا كيف نحدد الكوردينيت، نعمل زوم تو لاير. اذا ظهرت عندنا الكوردينيتس من ست منازل زي ما انتم شايفين 200,000 150,000 170,000، راح نعرف او راح يعني ناخذ فكره انه هذه مشغوله على اي نظام احداثيات. نظام البروجكتد اللي هو بالستاين 1923 بالستاين جريد. طب هو مش موجود لانه عملنا له ديليت قبل شوي. انديفاين. اذا اول شيء نعمل ديفاين بروجكشن، نكتب بروجكت او بروجكشن، نعمل ديفاين بروجكشن بناء على البالستاين جريد للجفرنوريت انون اعطانا، مخزن انا في الفيفورت بالستاين جريد. وبعد ما نعرف البالستاين جريد شو الخطوه الثانيه؟ اتعرف عندنا بالستاين جريد. الخطوه الثانيه بتكون اني اعمل ترانسفير اللي هي باستخدام امر اسمه بروجكت، اعمل ترانسفير للويست بانك جفرنوريت من البالستاين جريد، اخزنها عندي على التراش ويست بانك governorates، نعطيها رقم مثلا PRG projected او geographic، سيف. الاوتبوت كوردينيت سيستم اللي هو WGS برضو انا مسيبه بالفيفوريت، ونعمل اوكي. اذا هيك حنحول الويست بانك governorates من البالستاين الى الدبليو جي اس، او بشكل عام من البروجكتد كوردينيت سيستم الى الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. وهي ظهرت عندنا لو عملت انا زوم تو فول اكستنت، واضح انه كل واحد واقع في جهه. نعطي هاي لون مميز هيك. بعمل زوم تو الجديد الجيوغرافيك، زوم تو لاير، ظهرت عندنا انتبهوا تحت الاحداثيات 3532، اذا هي على الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. لو نرجع للاصليه زوم تو لاير ترجع لنا بالميترز اللي هي 180 170 يعني بالستاين جريد. الخطوه الاخرى نرجع للامر اللي اسمه كي ام ال، بدنا نحول من جي اي اس لجوجل ايرث. اذا لاير تو كي ام ال كونفرجن، نختار الجيوغرافيك هذه
ودي أخزنها على الديسكتوب ويست بانك جفرنوريت جيو. نعمل اوكي اندر بروسيسنج دن. نروح على الديسكتوب جبنا الويست بانك جفرنوريت جيو. بفتحها من هنا او بجي على جوجل ايرث بعمل اوبن بضرب عليها ضربتين. بسم الله. وهذا اللي بدنا اياه. جبنا انتبه هنا ويست بانك جفرنوريت جيو جيوغرافي حطنا اياها في مكانها الصحيح. اذا هذا اول جزء من التمرين، كيف نحول بيانات من الجي اي اس للجوجل ايرث. الملخص لازم نعرف لهاي البيانات نظام الاحداثيات، نظام الاحداثيات المناسب. اذا كان على البروجكتد كوردينيت سيستم بنشوف شو هو المناسب. احنا بفلسطين المناسب بالستاين 1923 بالستاين جريد. ذير افتر بتعمل ترانسفير فروم البروجكتد كوردينيت سيستم انتو الجيوغرافيك 1. الجيوغرافيك كوردينيت سيستم المناسب لنا دبليو جي اس 1984، فبنعمل ترانسفير من البلستان جريد للدبليو جي اس 1984. وهذه اللي الجوجل ايرث يعني خلينا نحكي برمجته عليها اللي هو لات لونج. ذير افتر بنروح على التول اللي اسمها كي ام ال وبنحكي له لاير تو كي ام ال. لاير مرتبطه في الجي اي اس، كي ام ال مرتبطه في الجوجل ايرث، فبيحولنا ملف الجي اي اس لملف جوجل ايرث اللي امتداده دوت كي ام زد. وبعديها بتفتح الملف اللي انت حولته باستخدام الجوجل ايرث المفروض يقع في مكانه الجغرافي الصحيح بناء على الجوجل ايرث ماب. في حد عنده اي سؤال على الجزء الاول من التمرين؟ تمرين سهل بس نكون يعني انا معني انه كنا نوقع باخطاء مشان نتعلم منها، لكن هو ستريت فورورد. في اي مداخله يا شباب صبايا؟ طيب الجزء الثاني من التمرين كيف عندنا بيانات؟ تفضل. ليش الحدود اجت جوا الخريطه؟ لان الاحمر جاي هيك جوا الخريطه. حدود اللاير. هذه الحدود اللي موجوده على جوجل ايرث بامكان اطفيها. هذه قصدك؟ هذه اللي بتطفي وبتضوي صح؟ هاي. هذه الحدود اللي جوجل ايرث متبنيها من مصادر السياسيه المختلفه. هلا انا جبت مختلفه كان شويه. في اختلافات. يعني الاختلافات في المصدر، يا عندنا يا عندهم حسب شو المصدر اللي اخذوه. مليح؟ طيب تمام. هلا الجزء الثاني من التمرين، اذا انا عندي بيانات ملفها كي ام زد كيف احولها؟ ايش الملف اللي انا معطيكم اياه كي ام زد؟ اللي هو لو انا ورجيتكم الملف اللي مخزن فيه الشيب فايلز لهذا التمرين وركينج جي اس داتا اكسرسايز 3، معطيكم ملف اسمه ويست بانك اوتلاين، وهذا واضح انه ايش امتداده؟ كي ام زد. مباشره لازم تعرف انه هذا جوجل ايرث فايل. بامكاني اروح على الجوجل ايرث واعمل له اوبن او اضرب عليه من هون ضربتين. هذا الملف اللي اجاها يوم اسمه ويست بانك اوتلاين. خلينا اطفي الجفرنوريت اللي ضفناه قبل شوي. هذا الويست بانك اوتلاين اللي انا كنت عامله كشيء تجريبي سريع. هلا حنحوله لجي اي اس، بعديها حنورجيكم طب كيف انا بكون راسمه هون، كيف ارسمه اعمل له ديجيتايزيشن. فكيف بدي احول هذا الملف من كي ام زد لملف جي اي اس اللي هو امتداده اس اتش بي؟ الخطوات عكس اللي عملناها بالاول تماما. بنروح على الجي اي اس، بنعمل سيرش على الكي ام ال تول. بكون اللي بيعمل هذه المهمه اللي هو عكس التمرين الاول تماما، كي ام ال تو لاير. كي ام ال تو لاير مين اللي نحوله؟ بنعمل براوزنج للملف اللي بدنا اياه. احنا مخزنينه في التمرين رقم 3 4 جي اي اس تو جوجل ايرث اند فايس فيرسا، واللي اسمه ويست بانك اوتلاين، وهذه واضح امتداده الكي ام زد من اشاره الجوجل ايرث اللي حداه. نختار ونعمل اوبن. اخترت الملف، وين بدي اخزن النتيجه الاوتبوت؟ بدي اخزنه في التراش.
حيعطيه نفس الاسم ما عنديش مشكلة. West Bank Outline. أوكي. Under Processing. أوكي. حولنا إياه، نعمل زوم. هذا الملف اللي إجانا من الجوجل إيرث. استيل هذا مش شيب فايل. تتذكروا كيف لما كنا نحول الكاد فايل، أول شيء نستدعي ملف الدروينج، بعدها نروح على البوليجون نعمل رايت كليك إكسبورت. نفس المبدأ، هلا هذا مش شيب فايل، رايت كليك داتا إكسبورت داتا، وبدي أخزنه عندي على التراش ويست بانك، ويست بانك أوتلاين سيف. هلا هذا صار شيب فايل، بعمل ديليت للملف المؤقت ريموف. هذا صار عندنا ملف جي اي اس. طب لما جبناه احنا من الجوجل ايرث، الجوجل ايرث مرجع منذكركم ايش الاحداثيات اللي بيكون شغال عليها؟ العالمية، الاحداثيات العالمية يعني جيوغرافيك. اذا بتعمل ترانسفير لاي ملفات كي ام زد لاس اتش بي، باي ديفولت لازم يكون معرف إلها نظام الإحداثيات العالمي اللي هو الجيوغرافيك. طب نتأكد، أنا الملف اللي ضفته ما دخلت عرفت فيه نظام إحداثيات إطلاقاً. نتأكد هل عرف له نظام إحداثيات ولا لا. نروح على الأوتلاين روبرتز، تلقائياً عرف له WGS 1940. مش أنا اللي عرفته، هو كوني أنا جبته من الجوجل إيرث بأخذ التعريف مباشرة. لذلك إذا أنت شغال على أي شيء لفلسطين وجبت أي بيانات من الجوجل إيرث، بيجيبها اوتوماتيكلي باستخدام ال WGS 1984. اذا بدك تستخدمها مع بيانات اوريدي موجوده عندك على البلستاني جريد، شو تعمل؟ تعمل ترانسفير زي ما عملنا قبل شويه، بتحولها من النظام العالمي للنظام المحلي، وتحول من WGS 1984 لبلستان 1923 بلستاني جريد. يعني هاي الامور صرنا حاكينها عشرات المرات، الهدف انكم تتقنوها وتصير ضمن الثقافه العامه لكم بالتعامل مع بيانات او ملفات الجي اس. إذا هذا الجزء الثاني من التمرين. هلا بما تبقى من وقت شو حنعمل؟ كيف نرسم البيانات باستخدام الجوجل إيرث؟ يعني هذا الملف اللي اسمه West Bank Outline KMZ، كيف أنا كنت عامله؟ من وين جبته؟ نعمل له من هون ديليت، نعمل حتى ممكن نعمل ريموف لهذول كلهم، ونشوف إذا ظهر عندنا برضه كوردينيت مؤقت، نو كوردينيت تمام. Unknown units تمام هيك. لاحظوا ايش بدي اعمل؟ بدي اروح على الجوجل ايرث، بدي اشيلهم هذول اللي انا رسمتهم، هاي ريموف او ديليت، والاوتلاين اللي استدعيتها برضه ديليت. هيك الجوجل ايرث، يعني ما فيش اي ملف انا اضافي عندي. ارجع البوردرز، هاي عندنا الحدود. كيف الآن نرسم حدود الضفة الغربية اللي أنا شايفها؟ أرسمها بالجوجل إيرث وأحولها لملف جايس. الخطوات، أول شيء خلينا نشوف الجوجل إيرث بشكل 2D إلى حد ما. هون بين أنه في اللي هي التقوس أو في الكيرفيتشر واضحة. كيف بحاول أشوفه على شكل 2D؟ بنروح على فيو، ركزوا في هذا فيو، ريست، ومنكبس على تلت. شفتوا إيش صار بالصورة الجوية؟ أخذت وكأنها 2D. التلتنج هذا اللي هو الانعطاف، الانبعاج، شو بدك تسميه، اختفى، بحيث نعمل الرسم بشكل منطقي أفضل. هلا ممكن تعمل كمان شغلة، إنك تعمل فول سكرين إذا بدك تكبرها، ولو ما عملتهاش مش قضية، اللي هي الفول سكرين. لكن لو رجعناها عادي بدون فول سكرين ممكن، مش قضية. كيف أبدأ أرسم؟ هون عندنا التولز. أول واحدة موجودة عندنا هون add place mark. إذا أنا بدي أعمل digitization لبوينتس من التول هذه، إذا بدي أعمل digitization لبوليجون التول اللي على يمينها، وإذا بدي أعمل digitization لبولي لاين التول الثالثة. إذا هي وحدة بعض، بوينت بوليجون بولي لاين، مليح. هلا إحنا بدنا مين اللي بالوسط؟ add بوليجون. نكبس على add بوليجون، خلينا نسميها West Bank، مأخوذة من الجوجل، وأغير بالستايل اللي إلها، بدي أعطيها لون مثلا بدل الأحمر نأخذ أزرق ونسمكه شوية.
هاي مثلاً 3. الباكجراوند كلر بإمكاننا نعمله وبإمكاننا ما نعمله، يعني بإمكاني أتركها بدون عمل أوكي. هلأ إذا عملت أوكي هون حيخرج من الإيديت تول، فخليك وهي فاتحة التول، وهي التول فاتحة بتبدأ ترسم. هاي إشارة تلاحظوا كيف الكيرسر ببدأ من أي كورنر أنا شايفها وتدمشي مع حدود الآن مع حدود الضفة الغربية. هلأ كهدف تعليمي ما بدأ أكون دقيق كثير، مشان فقط إنه كيف الإكسرسايز بنعمله فقط مش أكثر. يعني الملف اللي أنا مسيب لكم إياه اللي اسمه westbankoutland.kmz أنا عملته بنفس الطريقة هذه وسيفته واللي محمل عندكم. هلأ أنا بعمل أمامكم كيف عملته، أنا كيف عملت هذا الملف. نفس موضوع الديجيتايزيشن اللي حكيناه في المحاضرة الماضية لما عملنا جي ريفرنسنج لجزء من تول كريم ورسمنا فوق الصورة. لكن الميزة هون إنه أنا ما اضطريت أعمل اختصاص للصورة وأخذها على الجي آي إس وأخذ عليها كنترول بوينتس وأعمل جي ريفرنسنج وأعمل ديجيتايزيشن، لا مباشرة أنا برسم فوق صورة الجوجل إيرث، يعني وفرت حالي وقت. دكتور بتضغط عليهم صح؟ مش بس ضغط، يعني اي مكان بوقف عليه كليك، اخر شيء دبل كليك. تمام عادي زي ما عملنا هناك، وبعديها بعمل اوكي. هذا الملف اللي صار اسمه انا عرفته ويست بان جوجل موجود. الخطوه الثانيه رايت كليك على الملف اللي انا رسمته بعمل له سيف از، بدخزنه على الديسكتوب. ولاحظوا ايش بسيفه باي ديفولت دوت كي ام زد سيف تايب، شايفينها save as type kmz والفايل نيم عفوا بتعطيه نفس الاسم ويست بانك جوجل سيف. المفروض سيف لي اياه على الديسكتوب باشاره الجوجل ايرث واسمه ويست بانك جوجل. هيو هذا الملف. الخطوه الثانيه زي ما عملنا، يعني بعيد الخطوات امامكم الفكره نستوعب اكثر. نرجع نفس الامر اللي هو نكتب الـ KML بالسيرش ونستخدم الآن أي تول، هل KML to layer ولا layer to KML؟ شو رأيكم؟ KML to layer. KML لأنه ملف جوجل إيرث بنحوله لـ GIS. KML to layer نختاره من الديسكتوب اللي أنا سميته ويست بانك جوجل، وبدي أخزنه على التراش خليه ياخذ نفس الاسم ويست بانك جوجل. اوكي بسم الله. هذا اجى عندنا الملف، رايت كليك على كلمه بوليجون داتا لانه هذا حكينا ملف مؤقت، بنخزنه على التراش واعطيه ويست بانك اوتلاين واحط حداها من الجوجل شيب فايل سيف. اوكي يس هاي اجانا الملف. هلا تتوقعوا ايش الاحداثيات اللي له زي ما سالناكم قبل شوي؟ نظام الاحداثيات شو بكون باي ديفولت بدون ما اعرف؟ جيوغرافيك كوردينيت سيستم صحيح. نعمل رايت كليك على الويست بان جوجل بروبرتيز، هاي اجانا دبليو جي اس 1984. بامكاني اعمل له ترانسفير، يعني لو الان ضفت اللي كانت عندنا الويست بان جفرنوريتس كل واحد بجهة ما بوقعوا فوق بعض، لاحظوا إذا أنا بدي أوقعهم فوق بعض بدي أحول واحد للثاني، بس المنطق أترك اللي بالستاين جريد as it is وأحول الجديدة بناء على البالستاين جريد. برضو نعيد التمرين أمامكم، عدناه كثير لكن تكرار بعلم الشطار. نكتب project enter التول اللي بتعمل transfer، هل اسمها define projection ولا اسمها project؟ بروجكت ديفاين بروجكشن. اذا عندي فانكشن اعرفه، اذا عندي معرفه بدنقله لنظام ثاني بروجكت. اذا بنروح على بروجكت بدنا نعمل بروجكشن للويست بانك اوتلاين الجوجل اللي هي من دبليو جي اس 1984، بدي اخزنها على التراش باسم ويست بانك اوتلاين بدل جوجل بعطيها دوت او اندرسكور بي ار جي يعني بروجكتد سيف.
النظام اللي بدنقل له من WGS 1984 لبلستاين جريد، عمل اوكي، اخذ لي ترانسفير فانكشن مباشره. اذا ما اخذوش تحاول تختار من الفانكشنز اللي هنا. هذه عباره عن ماثيماتيكال ترانسفورميشن فانكشنز 1x وx وx2 هكذا، اذا بدك كانك تقرا عنهم اكيد لهم علاقه بالدقه. وهذه حولنا اياها، نعمل زوم لهذا اللاير، نطفي لو نغير الوانهم بس مشان نتاكد. هاي نعطيها لون مثلا اخضر. لو طفينا الاوتلاين اللي عملنا لها بروجكشن بنشوف تحتها الجفرنوريت، بس ما بنشوف تحت منها الويست بانك جوجل. السبب انها موجوده في مكان اخر، لكن هذول الثنتين صاروا موجودين فوق بعضهم لانهم الثنتين معمولين على البلستاني جريد. لكن انتبهوا الان، الجي اي اس قرأ بشكل اوتوماتيك كلمه ديسيمال ديجري، شايفينها؟ السبب انه الملف اللي ضفته من الجوجل ايرث كان معرف له جيوغرافيك كوردينيت سيستم، فراح قرأ اليونتس على اساس انهم ديسيمال ديجري. فهذا اذا مخربشتك بتروح على الداتا فريم اللي اسمه لايرز بروبرتيز بدل ديسيمال ديجري، لانه الديسيمال ديجري او ديجريز مرتبطه في الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، لكن المرتبط في اي بروجكتد كوردينيت سيستم غالبا اللي هي وحده القياس ميترز او كيلومترز، فبتحولهم ميترز كيلومترز، مش مشكله كثير. هيك منطقيات. لاحظوا الان 160 170 200 الف متر او 130 140 مثلا كيلومتر. فهيك ايش عملنا؟ استفدنا من الجوجل ايرث، عملنا ديجيتايزيشن للويست بانك اوتلاين او باوندري، وبعديها حولناها سيف از كي ام زد، فتحنا الجي اي اس، اخذنا الملف او التور اللي اسمها كي ام ال، واخذنا من هالكي ام ال اللي هي كي ام ال تو لاير، يعني من ملف جوجل ايرث لملف جي اي اس، واجت عندنا باي ديفولت بناء على الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، وعملنا بروجكت وعملنا ترانسفير من الجيوغرافيك كوردينيت سيستم اللي هو دبليو جي اس 1984 للبروجكتد كوردينيت سيستم اللي هو لفلسطين بلستاين 1923 بلستاين جريد. تمام لحد هون؟ اي سؤال يا شعب؟ طيب نرجع للجوجل ايرث. نشوف كيف نعمل ديجيتايزيشن لشيء برضو انا بدي اياه، ممكن من دراسه معينه. حدا بده يعمل دراسه على جامعه النجاح الوطنيه وبده يشوف مثلا مساحه الحرم الجديد. الحرم الجديد تعرفوا وين موجود على الخارطة؟ غرب نابلس. نابلس، شاطرين. هذه رفيديا، نعمل كمان شوي زوم. هذا هو حرم جامعة النجاح الجديد، ولا بتعرفوش نسيتوا الجامعة؟ هذا الحرم الجديد، هذا الشارع الالتفاف اللي بينزل على طريق نابلس تولكرم. هذا شارع رفيدي الرئيسي، وهي البوابة الرئيسية، هون كلية الرياضة، هون الجنيد. طيب بدنا نستأنس فيها الجوجل إيرث، نشوف مثلا مساحة حرم جامعة النجاح الوطنية. يعني بدنا نعمل ديجيتايزيشن من هنا ونحوله لشيب فايل. هذا الفكرة زي ما عملنا قبل شوي للويست بانك أوتلاين. نشوف الفيو أول شيء، نعمل تلت، هيك شفناها ك 2D صورة. بعديها بنرجع للأد بوليجون، اسميها مثلا ANU. شو نعطيها لون جامعة النجاح الوطنية؟ هاي لون مثلا لون احمر، هاي لون احمر، او شيء من مشتقات الاحمر. قبل ما بنسكر التول خليها زي هيك زي ما حكيت لكم، وببدا ارسم، انزل هذه تحت، بمشي مع حدود الجامعة، ابدا من عند اللي هي الزاوية. بدك تبدا في جهه وتنتهي عندها. الله اكبر الله اكبر.
أعتقد هون الحدود الفاصلة ما بين جنيد والجامعة تقريبا. عند البوابة الرئيسية في هيك دخلة بتشوفوها هيك في يعني داخلة عن الشارع شوي. آخر شيء لما أوصل للنهاية بعمل دبل كليك. بعد ما نخلص هيك بنرجع على التول بنعمل أوكي. هذه جامعة النجاح. بعدها بنروح رايت كليك على الاسم اللي سميته اللي نعمل له كرييشن اي ان يو انا سميته سيف از اي ان يو كي ام زد على الديسكتوب. اوكي سيف. هاي اجت عندنا على الديسكتوب اسمها اي ان يو. واضح انه هذا ملف ايش حكينا ملف جوجل ايرث امتداده كي ام زد. بالرجوع للجي اي اس نرجع للتول اسمها كي ام ال. بناخذ نفس اللي عملناه قبل شوي للويست بانك اوت لاين كي ام ال تو لاير. السبب اني انا رسمتها على جوجل ايرث بدي احولها لملف جي اي اس. اذا كي ام ال تو لاير نختار من الديسكتوب اي ان يو ناخذها على التراش بنفس الاسم اي ان يو. ممكن نسميها اي ان يو يعني اللي اجت من الجوجل. هيو بيعمل بروسيسنج. هذه المساحة اجت. رايت كليك على كلمة بوليجون داتا اكسبورت داتا نسميها شو نسميها علي اي ان يو جوجل شيب فايل. يس ريموف. هذه اجت عندنا جامعة النجاح الوطنية الحرم الجامعي الجديد على الشيب فايل او كشيب فايل من الجوجل ايرث. ممكن حدا بده يحسب مساحتها. لو انا رحت على ميجر تول هذه كليك هون. طب شو هالارقام اللي بعتنا اياها؟ البريميتر بوينت او 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 كيلومتر وهذه اولموست زيرو. طب شو السبب؟ نحولها انه الوحدات هذه للجيوغرافيك يعني وكانها هذه شيء ديسيمال ديجري فما لا ترى. فبنرجع نشوف شو اللي عمله هنا لانه احنا ضفنا زي ما حكينا ضفنا بيانات ضفنا بيانات هاي امتدادها يعني حسب ال WGS 1984. هاي الأرقام أوكي ممكن تكون منطقية بس إذا أنا بدي أشوفها بأرقام أنا بشعر فيها وبحس فيها اللي هي بالمتر وبالكيلومتر وبالدنم. نرجع نذكركم كمان مرة بروجكت أعملها ترانسفير لل ANU جوجل من ال WGS ناخذها ANU جوجل دوت أو أندرسكور BRJ projected ونعطيها البلستاين جريد على أساس تكون القراءات منطقية بالمتر وبالكيلومتر ونعمل أوكي. تمام زوم تو لاير. هذه الآن ممكن نحذفها بتلزمناش. نتأكد من اليونتس بالجنرال ميترز ميترز شلب الوضع. نرجع المسطرة. هلا هاي الوحدات عنا أعطانا البريميتر 1.5 كيلومترز وأعطانا الأريا بالهكتار 12.5 تقريبا. الهكتار كم متر يا شباب ويا صبايا؟ 10,000 10,000 متر مربع صحيح. يعني كم دنم؟ 10 صحيح لأنه 10,000 وهذيك 1000. الدنم 1000 متر مربع والهكتار 10,000 يعني الفرق بينهم أو الكونفيرجن 10 يعني مساحة جامعة النجاح بالدنم تقريبا 125 دنم. طب هاي الوحدات من وين كان أغيرها؟ الظاهرة هنا من هون بدي الديستنس بالميترز وبدي الأريا بالمثلا المتر. فيش طبعا دنم هنا لانه الدنم وكانها وحده محليه مش متعارف عليها. متر
فظهرت عنا لاحظوا المساحة 124 ألف متر مربع، يعني 124 بوينت تقريبا 9 دنم، والمسافة والبرميتر 1563 متر. يعني لو بدك أنت تمشي حوالين حدود جامعة النجاح تقريبا تمشي حوالي 1500 متر، ومساحتها فعلا هيك مساحتها حوالي 125 دنم. هلا أمر آخر بإمكاني أعمل نفس الكلام بإني أروح على جوجل إيرث وبدي أنا جامعة النجاح كبوينت أستفيد منها، أو ممكن الآن نغير ما بدنا جامعة النجاح، بدنا منطقة الدوار في نابلس. لو رجعنا باك هيك بس نصغر الزوم شوي مشان نرجع بسرعة، بس لازم يضل برضو معقول مشان نقدر نرجع للدوار إذا بنضيع الدوار موجود. مفروض somewhere هون الدوار ولا لا؟ في هاي المنطقة معقول هيك؟ نعمل زوم بالضبط في هاي دكتور. أقول هذا الدوار هيك؟ لا هذا المبنى، هذا المجمع التجاري يا دكتور اللي عليه القبة. يعني مثلا لو افترضنا انه هذه المنطقة بدي اعملها بدي اخذ هذا اللوكيشن، اللي لاحظوا لما انا بحرك الماوس بعطينا اللاتيتيود 32. شيء واللونجيتيود 35، فكيف اخذه بالشيب بالجي اي اس واشوف اكس واي له؟ مثلا نيجي على اد بليس مارك اسميه مثلا نابلس سنتر، مركز نابلس. هاي الاحداثيات اعتقد يا ملاحظين، وانقل هذا المكان لبليس مارك لهون. وبامكاننا بالمناسبه اذا هذا السيمبل مش عاجبك بامكانك اعتقد تغيره الستايلز. لا مش من هون السيمبل، هاي اشاره السيمبل من هون بنغيرها. مثلا اذا عاجبك هذا السيمبل هاي غيرناه. يا انوس ايش بدك تفضل؟ دكتور مثلا لو بدي اخذ لاير واخذ مساحه مثلا المبنى التجاري هذا اللي هون، بس الصوره مبين انه السقف بعيد عن القاعده تبعت المبنى زي كانه عشان 3D، طب هيك مش بعطينا شيء ايرور مثلا؟ اكيد ممكن، عشان هيك لازم اول شيء تعمل ريست، لكن انا للبوينت ما عملت ريست، يعني ما مش كثير مهم، بدك تعمل ريست وبين كتودي. نعمل اوكي بعد هيك. احكي انس. في جوجل ايرث يعني قصدك دكتور؟ بالجوجل ايرث، انتبهت علي قبل شوي عملت ريست لما رسمت جامعة النجاح. هلا برد اعملها امامكم، بس خلينا ناخذ الان هذا موقع نابلس سنتر. الايه هاي نكتبها سمول لتر. نعمل اوكي. يجي عندنا نابلس سنتر، هي موجود هنا كملف. رايت كليك زي ما عملنا قبل شوي، سيف از. نابلس سنتر كي ام زد سيف. برجع على الجي اي اس بعمل كمان مره كي ام ال فانكشن او تول وكي ام ال تو لاير كونفرجن، نختار من سطح المكتب نابلس سنتر وبدنا نخزنه على التراش بنفس الاسم نابلس سنتر. اوكي اندر بروسيسنج بعمل بروسيس، نروح على كلمة بوينت، هاي نابلس سنتر، بنحوله لشيب فايل داتا اكسبورت على التراش واسميه نابلس سنتر. هذه اجى عندنا نابلس سنتر. هلا لو عملنا ريموف لهذه ما لازمتنا، ممكن تغير السيمبول زي ما كنا نعرف، مثلا اكبره هاي 14 اعمل رمز شيء. هاي نابلس سنتر. هلا ممكن واحد بده الاحداثيات بالاكس والواي، يعني هذا الجزء اللي انا بدي اورجيكم اياه. هاي الاحداثيات اللي اجت عندنا، يعني نشيل هاي الاي ان يو بدنا اياها. هذه لات لونج، كيف احول اشوف احداثيات نابلس بالاكس والواي؟
بدنا نرجع كمان مرة. يعني هون إذا إحنا بنروح على هذه أكيد أخذها WGS 1984. بدنا نرجع نعملها transfer للبروجكشن project project data. نعطيه نابلس سنتر في WGS 1984 ونخليه ينقل لنا إياه لنابلس بدون سنتر على التراش والاوتبوت كوردينيت اللي هو الستين جريد ونعمل اوكي. بسم الله. هذا المفروض يحول نابلس سنتر لللوكال او للبروجكتد كوردينيت سيستم اللي بيقراوا احداثياته بالمتر او بالكيلومتر. فالمفروض تقدر تقرا اكس واي بالاحداثيات المحليه. هذه عندنا زوم تو لاير وممكن نكبر السيمبل. هاي سنتر نابلس بالمتر. انتبهوا على تحت الاحداثيات 194956 و180914. هيك انا عرفت احداثيات الدوار في نابلس تقريبا باللوكال جريد. لو عملنا اوبن اتريبيوت هل بامكاني اضيف اللايرز هنا الاكس واي؟ اكيد تتذكروا الامر. ايش اسم الامر؟ اد اكس واي. حكيناها كثير برضو بس هاي الامور الاساسيه بحب احكيهم كل ما سمحت الفرصه. اد اكس واي هذا فقط بيشتغل لا بوينت فيتشرز. بنحكي له اد اكس واي بتوين براكتس داتا مانجمنت. ما فيش عندنا الا نابلس. اوكي المفروض داخل اتريبيوت تيبل يضيف لنا تو فيلدز، واحد اسمه بوينت اكس واحد اسمه بوينت واي. هيهم بوينت اكس وبوينت واي اللي قرأناهم قبل شوي 174956 180914. هذه هي احداثيات الدوار في نابلس. هلا ممكن واحد فضولا يعني اذا سمحت له الفرصه بتمنى حدا يجرب يعني ويحكي لنا اذا احنا كنا دقيقين. اذا انت مريت من حدا الدوار ومعك الموبايل لك وقف من اي ابلكيشن عندك زي مابس دوت مي او اي ابلكيشن سجل الاحداثيات. طبعا بيعطيك اياهم غالبا لات لونج. بامكاننا نحولهم ل البلستاني جريد. يعني ممكن تعمل اللي مسميه جراوند تروثنج. يعني انا من ما رحتش على المنطقه، انا من الخارطه عرفت الاحداثيات. طب لو اخذنا مساحه روح هناك كيف بتكون نسبه الخطا عندنا ان كان نعرف؟ لحد هون بعتقد خلينا نوقف التسجيل وبعديها الوقت المتبقي ندردش هيك دردشه عامه.